يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح سنترويد. السنترويد اللي هو نوجد مكان لتركز عليه الجسم، أو أن الجسم وين نقطة اتزانه. يعني أنا لو أمسكه من عند هاي النقطة الجسم ببطل يتحرك، الجسم بثبت. فوين هاي؟ هاي في عندي أنا أكثر من قانون. أتوقع strength ما معكم إلا المستطيل. أنا بدي أشرح مثل المستطيل المربع، يعني مستطيلين وكذا. أول شيء في عندي قواعد عامة لازم نعرفها. لو أنا عندي مستطيل زي هيك، تمام، وحكى لي إنه هذا البعد بي، هذا البعد أ، بحكي لي حسب المومنت أوف إنيرشيا، حسب السنترويد، حسب كل هاي السوالف. دائما مستطيل زي هيك، دائما السنتر تبعه بالنص، السنتر تبعه بالنص، يعني هاي هيك سنتر المستطيل، ولو بدي اياه على الواي هاي سنتر بالنسبه للواي، تمام. فهذا محور اكس وهذا محور واي، فسنتر وين بكون؟ بكون على مسافه بي على 2، بي على 2 هون، اتش على 2، اتش على 2 بالمنتصف، معناها انها منتصف. هذا هيك سنتر. يعني انا لو امسك المستطيل هاي المنطقه، من هاي المنطقه المستطيل بيثبت ما بيتحرك، اما لو مثلا مسكته من هون راح يتحرك هذا لهيك مثلا، تمام، بس انا مسكته من النص ما بيتحرك ابدا. طيب شو بنستفيد من هذا الشيء؟ بنستفيد انه كيف نعرف نوجد سنتر المستطيل. يعني شو في شغلات بالاستراكشرات او احنا ممكن نستعملها، اللي هو مثلا لو عندي انا بيم، لو عندي بيم وعليه لود مستطيل، عليه لود مستطيل زي هيك، بنحكي ولو هاي المسافة 5 وهذا طوله 10، فبنحكي انه هذا تركيزه بكون بالمنتصف، بالمنتصف زي هيك، مقداره 5 في 10 اللي هو 50. طيب ليش انا اخذت بالمنتصف؟ لانه هذا مستطيل والمستطيل سنتره بالمنتصف، يعني 2.5 وهاي 2.5. فهي الفكرة انه هذا الاشي اجى من هذا الاشي. طيب احنا عرفنا كيف هسا سنترويد المستطيل لحاله انه بالمنتصف، لازم احنا نتعلم كل شكل بالحياة وين سنتره. طيب لو فرضا عندي مثلث، مثلث بهذا الشكل، هسا المثلث سنتره مش بالمنتصف، يعني مش بالمنتصف اجي احطه هون. لو هاي سميناها بي وهي سميناها اتش، نحكي انه هذا سنتره بي على 2 وجه 2، لا، هذا مثلث مش مستطيل. المستطيل سنتره بكون دائما نطلع على الزاويه القائمه، نركز على الزاويه القائمه، بنبعد عنها كم؟ ثلث. نبعد عنها ثلث، يعني هاي بي على 3، هاي الزاويه القائمه نبعد عنها ثلث، هاي اتش على 3. فهذا هو موقع السنترويد، هاي السنترويد، يعني السنترويد يكون هيك، بتكون عندي هيك، تمام. فبكون سنتر مثلا على هاي المسافة، ثم مكان ثاني، هاي المسافة، هاي المسافة هي بي على 3، هاي المسافة اتش على 3، دائما نطلع من الزاوية القائمة. طيب نروح على المثلث المعكوس، عندي مثلث زي هيك، بطلع الزاوية القائمة، بحكي 3 على 3، تمام. هيك انا عندي مثلث او مستطيل، هون ايش مراكزهم؟ هون مراكزهم. طبعا لو عندي دائره مركزها كذا السوالف هذه، لو عندي دائره دائما نطلع على الزاويه القائمه ونرجع نضربها كمثال. عندي بيم مثلا لود مثلث زي هيك، تمام، لو عندي لود مثلث زي هيك، أوجد الريزلتنت فورس، تمام. فأنا إيش بعمل؟ هذا عندي مثلثين، فبقسم كل مثلث لحال عادي، وهون آه
عندي مثلث على اليمين ومثلث على اليسار، فهذا لو اللود مقداره كامل 5، مقداره 5 وهي المسافة كلها 10، المسافة اللي من هون 5، المسافة اللي من هون 5. كم هذا تركيز المثلث هذا؟ ببساطة بقول لك تركيزه على الزاوية القائمة ونمشي منها ثلث. الزاوية القائمة هون هيها، وين الزاوية القائمة هون هيها. شو صار عندي؟ هون تركيز المثلث الأول، تركيز المثلث الثاني. المسافة تكون 5 على 3، وهي المسافة تكون 5 على 3. هاي 5 على 3 بدل 2 في 5 على 3 اللي هي ثلث وثلثين. فبدي أوجد المومنت عندي إيه؟ راح أحكي مقدار هاي الفورس اللي هي نص القاعدة بالارتفاع، اللي هي مساحتها نص القاعدة بالارتفاع في 2 في 5 على 3. وهون نفس الطريقة، نص القاعدة بالارتفاع في 5 زائد 5. احنا ايش عرفنا؟ السنترويد للمثلث وللمستطيل، كيف نوجدهم؟ مباشرة المثلث نطلع على الزاوية القائمة بنمشي ثلث، والمستطيل بنمشي نص المسافة دائما. هاي اجت من السنترويد، هذا الاشي اللي من ايام الستاتيك شابتر 4 فعليا اجى من السنترويد. طب هذا المستطيل، هذا المستطيل ماله؟ هيك السنترويد تبعه. طيب انا فرضا ما اعطاني زي هيك، أعطاني إنه زي هيك، شوي نرسم بصمة، يعني حكالي زي هيك، اللي هي ال يعني الأشياء اللي راح تمر معكم هسه ونهاية التخصص. عندك زي هيك حرف التي، وأعطاني أبعاد معينة، أعطاني مثلا هاي المسافة 2. طبعا انتبه للوحدات، ملي متر متر كذا، انتبه لهم. وهون 10 مثلا، وهون 3، تمام. ومثلا هاي المسافة من هون لهون 5. اعطاني زي هيك، حكى لي احسب له السنترويد، راح تحكي لي السنترويد مباشرة بالمنتصف في هيك، بحكي له هاي 5 على 2 او 7 على 2 وهي 7 على 2، راح اقول لك غلط. لا، السنترويد وين؟ السنترويد على مسافة اسمها واي بار. طبعا احنا دائما بالسترينث راح نتعامل مع اتجاه الواي، ما راح نتعامل مع الاكس، حالات شاذة او حالات مش حالات شاذة، اسئلة معينة يعني على الاكس. ف انا افضل طريقة اوجد فيها السنترويد تعلموها هاي، هاي الطريقة انا ما بوجد الا عليها، لا برسم جداول لاخذ استاتيك ولا ما يحسنون. بفرض المسافة اللي على السنترويد هي واي بار، واي بار يعني انا هي السنترويد واي بار، فراح اقول له الواي بار تساوي، بقسم الأشكال كم شكل عندي؟ بقدر أحكي له عندي مستطيل زي هيك طوله 5 في 3، ومستطيل ثاني طوله 2 في 10. أو بقدر أحكي مستطيل طوله 3 و7، ومستطيل طوله أو مستطيلين طولهم 2، والمسافة هذا شيل يعني هاي 3، ولو فرضنا هاي متماثل فبتكون هاي 3.5 وهي 3.5، فغلبة. فايش بعمل انا؟ لا، بفرض المستطيل الاشي الاسهل، فبفرض انه عندي، بفرض انه عندي مستطيلين، واحد ابعاده 3 5، واحد ابعاده 2 في 10، هو تكملة هذا يعني هيك، يعني هيك زي كانه الشكل صار، هيك كانه الشكل صار. فهيك السنترويد، كيف بدي اوجده؟ راح اقول لك مستطيلين، فهذا المستطيل الاول، هذا المستطيل شو بده يفرق عن هذا؟ ما بده يفرق شيء، هذا طوله 3 في 5، فايش مساحته؟ ايش مساحته؟ 3 ب 5، فبكتب له طبعا هاي بسطع مقام، راح اقول لك الاول كل شكل، يعني هذا الشكل الاول زائد الشكل الثاني، لو في شكل ثالث بحطه زائد الشكل الثالث، وهكذا هون الشكل الاول هون الشكل الثاني. شو بعمل؟ هاي الطريقه اللي انا بلتزم فيها وهي الاسهل، احسن ما ارسم جداول وكذا، لا انا كل الجداول بعبيها بالبسط على مقام. بقول لك شو مساحه المستطيل الاول؟ راح تقول لي مساحته 3 في 5، هاي نكتب كتابي اسهل، 3 كروس 5، تمام. طيب و كبر الخط شوي، 3 كروس 5 ابعاده 3 في 5. طيب شو السنترويد له؟ شو السنترويد له؟ راح تقول السنترويد له بالنص. طيب هذا الارتفاع كم؟ 5، فشو نص الخمسة؟ 2.5 ضرب 2.5،
تمام، اجت على القدر مهندس. طيب من وين اجت هاي؟ دائما البسطة لما كان في عندي اقواس، القوس بيكون فيه مساحة والسنترود، المساحة والسنترود. تمام، فشو المساحة لهذا المستطيل؟ 3 في 5 هيها. طيب وشو الاثنين ونص هاي اللي هي نص الخمسة؟ نص الخمسة. طيب طيب المستطيل الثاني، المستطيل الثاني وينه؟ هيو 2 في 10 بكتب 2 ضرب 10. طيب وشو السنترويد له؟ راح تقول لي 1. تمام، راح تقول لي هاي 1 مثلا، بس انت راح تحط 1 هون. بقول لك لا، انت بتحط من الاوريجن، من المرجع. انا من وين فرضت الواي بار؟ فرضتها من تحت، فانا باخذ المسافه كامله، مسافه كامله، وبشيل منها السنترويد تبعها. فكم هاي؟ في 6 كروس 6. نرجع نعيد. نرجع نعيد، دائما ناخذ مساحه في سنترويد، مساحه في سنترويد. السنترويد اللي هو هذا العدد الثالث، هذا العدد الثالث، كل هذا هذا العدد الاول، هذا العدد الثاني، هذا العدد الثالث، هذا العدد الاول، هذا العدد الثاني، هذا العدد الثالث. العدد الثالث دائما المسافه من الارض لسنترويد الشكل اللي بحسبه. الشكل الاول هذا، الشكل الثاني هذا. الشكل الاول وين سنترويده؟ عن الارض. هاي الارض، هاي الارض اللي هي نهايه الشكل من تحت. وين سنترويدها؟ راح تقول لي اذا هاي 5 فهي 2.5، فهاي 2.5 فرضا. مش هاي، مش هذا الخط اللي انا راسمه، لا، السنترويد الشكل كامل. فكم هاي؟ 2.5. طيب الشكل الثاني، الشكل الثاني طوله كامل 7 صح؟ وسنترويده، سنترويده كم؟ 1. هاي 1 من هون و1 من هون. ليش طيب 1؟ ليش بالمنتصف؟ لانه مستطيل. هي هاي قانون المستطيل راسمه قدامك، مش راح ننساه. كم؟ 1. فالشكل كامل طوله 7، وانا بحسب دائما على الارض. هاي الارض عندي، هاي الارض عندي، فبمشي هاي 5 هاي 6، فبحطيت العدد 3 و6. يعني دائما 6 المرجع عن الارض. طب والمقام ايش في المقام بيكون؟ المقام تقول يا سيدي العزيز في اول عددين، العدد الاول والثاني، يعني في 3 في 5. وهنا في 2 ضرب 10. واضح؟ طبعا وبحسبهم وبطلع السنترويد معي رقم معين. تمام؟ لحد هسه اكتبوا لي على الشات. طبعا نعمل زي هيك، اكتبوا لي على الشات، حدا لحد هسه مش فاهم شيء؟ انتوا الاثنين عادي يعني استهوا. لحد هسه كله تمام؟ تمام. يعني السنترويد لشكل زي هيك بحسب دائما الابعاد من الارض بعد السنترويد، بس مش بعد المساحه. المساحه خلص تمسك الشكل زي ما هو 3 في 5، اما السنترويد بنحسب عن الارض. هاي الارض عندي، بفرض هاي الارض، فبحسب سنترويد كل شكل. السنترويد الشكل الاول كم؟ هو 5، فكم بصير؟ 2.5. الثاني عن الارض وينه؟ هاي السنترويده، فهي عن الارض. هاي المسافه كم بدها تكون؟ 6. هسه لو بدي احسب من فوق، يعني انا بدي امسح هذا مثلا، نمسح هذا اللي تحت. لو بدي احسب من فوق، هو مش شرط عن الارض، المهم انه نفرض مرجع. دائما بالحياه نفرض مرجع. يعني انا لو بدي افرض انه الاوريجينات بدي اخذها من هون، تمام؟ هون الاوريجين. فسنترويد الاول كم؟ او شو القانون بصير؟ البسط الاول مساحته 10 في 2، او المستطيل انا بدي امشي بثاني 10 في 2. طب والعدد الثالث كم؟ المسافة عن الأوريجن. كم المسافة عن الأوريجن؟ 1. فتغير شوي بس ما خلصنا. زائد الشكل الثاني مستطيل أبعاده 3 في 5. طيب العدد الثالث كم؟ بده يكون 2.5 زائد 2، كم يعني؟ 4.5. والمساحات نفس الشيء تحت. هسا هون فرضا طلع معي 3.4. تمام؟ هاي 3.4 من هون، يعني المسافة هاي 3.4. بس لو انا حسبت على الشكل هذاك، على القانون الاول اني فرضت الاوريجن من الارض، بتكون الواي بار بتطلع معي 3.6، ما راح تطلع معي 3.4. فانه انا حسب الاوريجن، يعني انا من هون 3.4 منتهي 3.6، 3.6 زائد 3.4 تعطيني 8، لا هي المتممه لها 2.6. 2.6 على فرض الارقام، ما بعرف شو هي الصح، بس انه ما بدناش نحسب ونغلب حالنا على حاسبه.
لا ثلاث صح، ثلاث 3.6 تمام، 3.6 3.4، فانه انا اذا اخذت الاورجن من فوق تطلع مع المسافه من فوق للسنترويد، واذا اخذتها من تحت واخذها من السنترويد لتحت تمام، فانه مش شرط دائما الارعاد، ممكن ابلشها من هون، بس الغلب الواحد برتاح دائما من تحت عشان ما يغلب حاله هيك تمام صح؟ هاي هيك بس السنترويد، طبعا في طبعا سنترويد، هذا السنترويد بشكل عام هيك تطلعه شو ما كان، شو ما كان هيك طرف تطلع السنترويد. هسه ضل مومنت اوف انرشيا طبعا عادي، لو عندي انا يعني لو بدي ارسم اشكال معينه، يعني مثلا بدي ارسم شكل زي هيك مثلث زي هيك حكى لي احسب السنترويد تبعه، فانا عادي نفس الطريقه بقول له هاي، بقول له هاي واي بار، وبقسم الشكل مثلا زي هيك، فبصير عندي مستطيل، بصير عندي مثلث تمام، بصير عندي مستطيل ومثلث، او باخذ انه مربع كامل بشيل منه هاي عادي. فن هي الفكره انه كيف اوصل الشكل، اقول انا بدي اشتغل زي هيك، صار عندي هيك صار مستطيل، فباخذ الارتفاع هذا، كم ارتفاع هذا المستطيل؟ ارتفاعه بالنص، فمثلا هاي 10 بتكون 5، يعني هاي 2 في 10، فبتكون المساحه، فهذا القوس الأول زائد القوس الثاني كان يكون مثلث، المثلث شو مساحته؟ نص في القاعدة في الارتفاع، فرضنا هاي 3 وهذيك 10، نص في 3 في 10. طيب شو العدد الثالث؟ شو العدد الثالث بيكون؟ بده يكون اللي هي المسافة عن السنترويد. هسه هاي الزاوية القائمة بنمشي منها ثلث، يعني هاي المسافة 10 على 3، واللي ظلت كم؟ 20 على 3. فباخذ المسافة أنا من وين؟ من الأرض 20 مثلا. طبعا انا المساحه هلا عندي مثلث، يعني فهيك اغلب الاشكال. طبعا الاشياء اللي على الاكس بنفس الطريقه، بس باخذ السنترويد الاكسي مش باخذ السنترويد الواي. طيب نحسب على السريع المومنت اوف انرشي، مومنت اوف انرشي. طيب المومنت اوف انرشي نرجع للمستطيل اللي رسمناه اول الشرح، تمام. وعندي هذا طبعا ايش؟ السنترويد. طبعا السنترويد اللي هو اجعل اثنين لو كان مستطيل لحاله. حتى مومنت اوف انرشيا، مومنت اوف انرشيا دائما السترينث يطلب مني احسب المومنت اوف انرشيا للنيوترال اكسس. نيوترال اكسس يعني منتصف الشكل، وسنترويد الشكل. مش دائما بحسب عندي. لازم احسبه هناك مشان انه الستريس عنده زيرو والسوالف هاي. طيب ليش انا بحسبه عند السنتر؟ يعني مش انه ليش انا بحسبه سنتر، طيب انا بقدر احسب مومنت اوف انرشيا هون اللي هي على محور اكس الاصلي، بقدر احسبه هون اذا بده، بقدر احسبه هون، بقدر احسبه هون، بقدر احسبه هون، بقدر احسبه وين ما بدي. بس لا، احنا بدنا نتعلم طريقه السنتر، طريقه السنتر. طبعا المومنت اوف انرشيا، المومنت اوف انرشيا لها بده دائما المستطيل بشكل عام الاي كم بدها تكون؟ بدها تكون قانون ثابت بي، طبعا انا باخذ محور اكس، يعني المومنت بلف حول محور اكس، يعني هيك المومنت شكله، هيك شكل المومنت تمام. فالمومنت بلف حول اكس، شو المومنت كيف موازي لاي ضلع؟ موازي للضلع اتش صح، يعني هو بلف حول الاكس بس هو موازي للضلع اتش، فبكعب الاتش بي اتش تكعيب على 12، هذا قانون. يعني لو كان المومنت بلف هيك، طبعا نرسم بلون ثاني مشان نكتب القانون بلون ثاني، كان المومنت بلف زي هيك، فبكون الاي بساوي ايش هو المومنت لاي موازي، لاي ضلع موازي؟ موازي لهذا الضلع هيو ها هيك، فايش بتكون؟ بي تكعيب في اتش على 12. وصلت؟ فهي شغله التكعيب. فبس احنا في اسئله تشابتر 4 يعني نسبه 95% من الاسئله بلف حول الاكس، يعني بكعب الواي، يعني بستعمل هذا القانون. بس بتذكر سؤالين او ثلاث بيستعملوا هذا القانون تمام.
فهاي كيف استعمل باشتكل بفرنش. طيب هسه في عندي نظريه المحاور المتوازيه بقول لي انه الاي بتساوي انه الاي العاديه اللي هي بي اشتكل ب 12 زائد اي اللي هي الاريا في دي تربيع. تمام، اريا في دي تربيع. طيب شو هي الدي؟ انا بقدر اوصلك اياها باسهل طريقه مستحيل تخربط فيها، ولا بتهمك اشاره موجبه ولا اشاره سالبه. بقول لكم شو هي الدي. هاي الدي يا اصحابي لو عند المستطيل هذا اللي كرفناه واي بار بي واتش. طبعا احنا عارفين السنترويد هسه صار مشطورين انه الواي بار تساوي اتش على 2. الدي هاي بتكون المسافه بين سنتر الشكل اللي انا بحسبه وسنتر الشكل الكامل. كيف يعني؟ انا قررنا انه نحسب بالسترينث دائما حول المحور هذا، صح؟ طيب سنتر المستطيل هذا وين؟ راح تقول لي على اتش على 2. طيب وسنتر الشكل كامل هو المستطيل نفسه الشكل كامل برضه اتش على 2. فانا لما قبل شوي حكيت بي اتش تكعب 12 فالانرشي للمستطيل بدها تكون بي اتش تكعب 12 لحالها والدي تساوي زيرو، فهذا الحد كامل بيطير. طيب لو احنا بنرجع ستاتيك، حكى لي احسب المومنت اوف انرشيا. المومنت اوف انرشيا وين؟ احسبه هون على الارض، فبتقول لي الدي احنا تعلمنا المسافة بين سنتر الشكل كامل او المسافة بين هسه بالسترينث المسافة بين السنتر والسنتر الشكل كامل. بالستاتيك لا، المسافة بين سنتر الشكل والمحور اللي بدي احسب عليه. طيب انا وين بدي احسب المومنت؟ بدي احسب المومنت اوف انرشيا على الارض، هون. طيب سنتر الشكل وين؟ سنتر الشكل هون على مسافة اتش على 2. فراح تقول لي الدي، عبارة عن اتش على 2. الدي راح تكون اتش على 2. ليش؟ المسافة بين سنتر الشكل والمحور اللي بدي احسب عليه. يعني حكى لي احسب على محور مسافته 1 متر عن الارض. فبقول لك المسافة بين سنتر الشكل والمسافة اللي هو اتش على 2 ناقص 1. الدي بتكون اتش على 2 ناقص 1. بس بالسترينث انا بعلمكم انه المسافه بين سنتر الشكل والشكل كامل، لانه احنا بنحسب المومنت اوف انرشيا بالشكل كامل. طيب شو هذا الشيء؟ لو بدنا نرجع للسؤال اللي رسمناه حرف التي. لو طبعا تطبيقاته اغلبها على هاي. بالسترينث او بالار سي 2. تمام؟ بقول لك انا كان عندي ثلاث اعداد، طبعا نرجع نفس المثال 2 10 10 هاي، وهي المسافة 5 وهي 3، صح؟ حكينا 3 مش ذاكر الرقم، معلش فيها. بقول لك الواي بار حكينا خلص احنا تعلمنا كيف نطلع السنترويد. الواي بار، كما زي هيك بتكون هاي هي الواي بار. المسافة هاي حكينا مقام في عدد الأشكال، عندي شكلين، عندي قوسين، القوسين فيهم المساحة 3 في 5 سنتر الشكل كم؟ سنتر المستطيل هذا 5 على 2 2.5. زائد الشكل الثاني كم؟ 2 في 10 20 ضرب العدد الثالث اللي هو 1 زائد 5 اللي هي 6. شو 1 زائد 5؟ حكينا المسافة من السنترويد للأرض. والمساحات 3 في 5 زائد 20 10 في 2. تمام؟ طلعت السنترويد، خلينا نحسبه على حاسبة سريع. 3 ضرب 5 ضرب 2.5 زائد 20 ضرب 6 على 15 زائد 20 تطلع معي السنترويد 4.5. 4.5 الواي بار على مسافة 4.5 تساوي 4.5. طيب انا طلبت منك احسب المومنت اوف انرشيا. المومنت اوف انرشيا وين؟ حول محور النيوترال اكسس. دائما بالسترينث نيوترال اكسس، حكى لي احسبه حول اكس. بقول لك نيوترال اكسس مسافة الاي، دائما قانونها ثابت كلها مستطيلات هاي، صح؟ ب اتش تكعيب 12 زائد اي دي تربيع. طبعا المستطيل الاول والمستطيل الثاني، يعني ها اي، يعني هاي اي 1 وهاي اي 2 تساوي بي اتش تكعيب 12 زائد اي دي تربيع، صح؟ طيب المستطيل الاول، البي كم له؟ 3. الاتش تكعيب كم؟ 5 تكعيب.
12 زي ما هي الاريا 3 في 5 15 بظل الدي. الدي ايش؟ الدي المسافه بين سنتر الشكل. ايش الشكل عندي؟ مستطيل صح، وسنتر الشكل كامل. مساحه المستطيل هذا كم؟ 2.5. قصدي السنترويد له كم؟ 2.5 صح. طب وسنتر الشكل كم؟ على كم؟ على 4.5. فباخذ المسافه بينهم، المسافه بينهم كم؟ 4.5 ناقص 2.5 اللي هي 2، فهي كم؟ 2 تربيع. كيف جبتها؟ اقول لكم شيء اسهل، المسافه او الدي بتكون، الدي بتكون العدد الثالث ناقص هاي ناقص السنترويد. يعني غلطت بهاي، غلطت بالمومنت اوف انرشي، فالسنترويد مهم نطلعه. فدائما فاثنين تربيع، فاحسن ما ارسمه وتخيل الشكل، انا بدي احفظك اياه تحفيظ، انه العدد الثالث ناقص السنترويد. وهاي تفسيرها هون، هاي الانرشيا الثاني كم؟ البي 10 2 تكعيب على 12 الاريا 10 في 2 20، والدي تربيع المسافه بين سنتر الشكل كامل والسنترويد. فهاي المسافه كامل قلنا 6، وسنتر الشكل كامل 4.5، ف 6 ناقص 4.5 او 4.5 ناقص 6 ما بفرق، لانه دي تربيع بيطلع عندي 1.5، ف 6 ناقص 4.5 1.5. فوضحت؟ يعني انا باخذ هاي المسافه، هاي المسافه كم؟ 1.5، فهاي 1.5 تربيع. هاي هي المومنت اوف انيرشيا كاملة بالنسبة للتشابتر. فهسه شو بقلب عند التشابتر؟ امسي على اي، برسم لي مومنت زي هيك مقداره 10، فبقول له الستريس بيساوي 10 ضرب السي. السي هسه بحكي لي عند التنشن، هسه عند التنشن، وين التنشن؟ عند ذيل السهم، ذيل السهم هيو، باخذ المسافة 4.5 على الاي، الاي اللي هي اي 1 زائد اي 2 اللي هي اريا الانيرشيا للشكل كامل. طيب طلب مني عندي الكومبريشن، راس السهم عباره عن كومبريشن، فباخذ المسافه 7 ناقص 4.5. طلب مني عند النقطه هاي، بقول له المسافه من هون لهون كم؟ هاي المسافه من هون لهون، اذا هاي كلها 2 وهي المسافه كلها 1.5، فبتكون المسافه هاي، لا المسافه هاي كامله 1.5، شيل منها 1، فالمسافه هاي نص، المسافه هاي نص، وهكذا. عاد نمر على نشيك على الكتاب دقيقة، مش مشكلة. طبعا دوائر مش مهمين، الدوائر ما بعرف الدكتور بشرحهم. مثلا هذا مستطيل مفرغ، مستطيل مفرغ، فأنا ايش بعمل؟ باخذ الكبير ناقص الصغير، الانيرشيا بتكون لهم. السنترويد لهم طبعا متساوي، فالسنترويد هذا الشكل بالنص. حتى هون شايف، والدليل انه الشكل متساوي. فرضنا المومنت 10، فرضنا انه قيمة المومنت 10. فرضناها 10. هي لها قيمة معينة عادي، السؤال بيعطيني اياها. المومنت تختلف عن مومنت اوف انيرشيا، المومنت بتختلف عن مومنت اوف انيرشيا. فعادي هذا الشكل نفس الطريقة، لو بدي أرسم هاي السنترويد، فهاي المسافة مثلا واي بار، طيب سألت الدوسية هسه بنشوف شو مشكلتها. فهاي واي بار، فالمستطيل الكبير ارتفاعه 5 فمركزه 2.5، والمستطيل الصغير شلت الثيكنس وكذا طلع برضه سنتره 2.5، فالسنتر كامل 2.5 ريح حاله. طيب هي 2.5. طيب أسئلة الدوسية اللي ما فيها مومنت، كل بساطة أسئلة الدوسية اللي ما فيها مومنت اللي هي نروح على بروبلم الكتاب. مثلا هذا السؤال هي أعطاني 15، هذا السؤال أعطاني 25، هذا السؤال ما أعطاني مومنت، أعطاني ستريس. طيب الستريس بطبق الستريس سوي أمسي على أي، بكون طالب بدون مومنت. طيب هذا السؤال اللي بيجي زي هيك ما بيعطيني مومنت، هون بدي ارجع ستاتيك وارسم مومنت دايجرام. يعني نيجي لسؤال بسيط، هذا الرياكشن، واعطاني هون مستطيل بعد 3
تمام، حكى لي احسب الستريس عند النيوترال اكسس طبعا زيرو، احسب الستريس للتنشن. تمام، احسب الستريس للتنشن. فهذا ايش؟ هذا الشكل. فاول خطوه بتطلع واي بار، واي بار مباشره 1.5 صح. طيب حكى لي احسب الستريس هون عند النقطه A واحسب الستريس عند النقطه B. طيب انا راح اقول الستريس يساوي ام سي على اي. طيب هاي النقطه A مسافه بينها وبين السنترويد 1.5، تمام. الاي بي اتش تكعبها 12 اللي هي بي اتش تكعبها 12 طلعتها. طيب الام كم الام؟ الام تجيبه من الرسمه هذه. كيف تجيب المومنت؟ تجيب اقصى مومنت، او هو بحكي لي مثلا اوجد المومنت هون، او هيك بعمل لي هذا سكشن 1.1 وبقول لي هذا سكشن 1.1، فبقول لي هاي المسافه مثلا 1 متر، فبوجد المومنت على 1 متر بكون هو مقدار المومنت اللي هون. بس لا، انا ما بدي اعمل زي هيك، بدي اعتبر مطلب مني ماكسيمم مومنت. فايش المومنت لهذا من الاستاتيك؟ بترسم الشير وكذا، بس خلص هذا رسمته دائما بي ال على 4، فالمومنت بيكون شكله زي هيك، المومنت بيكون شكله زي هيك. بي ال على 4 10 في 5 على 4 50 على 4 بيطلع 12.5، تمام؟ فقيمة المومنت هاي 12.5. هاي ايش بعملها؟ برسم لها مومنت دايجرام، مومنت دايجرام درسهم بالاستاتيك على السريع. زي الاستاتيك. فمد خط من هون، خط من اللود، خط من هون. برسم الشير، طبعا انا ما في داعي نرسم الشير بالسترينج، في طريقة نرسم منها مومنت دايجرام مباشرة، بطلع 5. بمشي زي هيك، بنزل 10، بنزل زي هيك، بطلع هيك، هيك موجب، هيك سالب، هاي 2، هاي سالب 5، تمام؟ سالب 5، وهاي 5، هاي سالب 5، وهاي 0. طيب ترسم المومنت، ترسم المومنت، طبعا بدي افرض الموجب تحت والسالب فوق. راح تقول لي بدي مساحة المستطيل هذا 5 في 2.5، 5 في 2.5 هي 12.5، ومساحة المثلث هذا سالب 2.5 في هاي بيطلع 0، فهاي 12. هاي شغلات استاتيك، يعني بدنا نرجع للاستاتيك نجيبها 12.5. طيب هذا المومنت كيف شكل، شو معنى هاي انه الموجب تحت؟ انه ذيل السهم تحت، انه ذيل السهم تحت، السهم تحت. هذا شو معناه؟ المومنت هيك هاي المنطقه كلها كومبريشن، هاي المنطقه معناها كومبريشن. ورسمت الموجب فوق والسالب تحت، بعكس السهم. مش بعكس السهم، بظل نفس الشيء شكل المومنت. لا، برسم دائما الموجب تحت والسالب فوق. تقريبا كل التشابتر يعني. هو ما اعطاني المومنت بالدوتيه، اعطاني زي هيك وكم. عندي هذا سكشن كله مستطيلات، فانا بحسب مثلا المستطيل اللي تحت ثلاث مستطيلات فوق، بطلع الستريس. هو معطيني شكل المومنت، فالمومنت فعليا لو هذا السنترويد، افرضنا السنترويد، المومنت بيكون شكله هيك. اي شيء تحت السنترويد تنشن، اي شيء فوقه كثير صعب، بس في شغلات بده تركيز ومهم، يعني هو التخصص. اهم شيء كاساسيات السنترويد والمومنت اوف انيرشيا، وتطلع المومنت هيك ام سي على اي، وضع ممتاز. نشرح لكم مره ثانيه الكومبوزيت والكونكريت والسوالف هاي كلها، نشرحها بيوم ثاني. ما معي وقت هسه. حد عنده سؤال؟ لانه الزوم ضايل له 3 دقائق. ايش هاي الاشياء؟ هاي عادي يعني، هو هيك التشابتر، مش كل شيء داخل. يعني مثلا تيجي تحكي لي حل هذا، لا ما في داخل، مش داخل. بالعاده بالسترينث يعني، هي اسئله الدوسيه هي اللي فيها اشياء كويسه. اسئله الدوسيه يعني هو هاشم نعطيكم الاشياء اللي بدكم اياها، الاشياء اللي داخله، الاشياء اللي داخله. يعني هذا السؤال مقرف مثلا، عادي اوجد انيرشيا واربع مستطيلات صغار وسوالف زي هيك، بس خلص يعني الدكتور وليد مش راح يوصل لهي المرحله. الله يعافيكم يا رب. بس زي هيك يعني، هاي الاشكال نتعلم كيف لمسي على اي او سنترويد، وان شاء الله بوقت ثاني بفضاوي لانه هسه انتهينا مثلا التيرف وكذا، بنشرح الاشياء اللي طلعت عادي اي وقت زي هيك ان شاء الله خير. حد عنده سؤال؟
صفر الكوارت.